هتعملي ايه يعني؟ هعمل ايه يا حسره؟ هما الولايه اللي زي حيلتهم ايه غير انهم يرجعوا بيت اهاليهم والحسره جواهم تتوازن بالميزان؟ يا قال يا نوره ايه علي انت يا معتمد؟ واحده غيرك تفرح. مفيش واحده على تقبل بالحل المايل اللي انت معايشني فيه ده. اللي بتعمليه ده نوره ما يرضيش ربنا ولا اي حد من اهلك. والله لو اهلي ما رضيوش يبقى الامر لله في الاول والاخر. طب مش هتخرجي يا نوار؟ ما تحطش الجاز على الولع يا معتمد وتولعها نار، احسن ثلاثة بالله العظيم، اما بنت في بيت امي وابويا الليله دي هعتبر نفسي في سجن ولو ما اخرج منه لا يمكن ارجع له تاني ابدا. طب بجملة يا نوار عشان تعرفي بقى كل حاجه، الشقه دي ملهاش عازم وباذن الله مسافرين السعوديه ومش هنقعد فيها. ها؟ ماشي يا بنت الحلوان. لا قوة إلا بالله. ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنت راكبة دماغك بقى. أنت فاكرة نفسك متجوزة مين؟ الكلمة اللي تسمعيها مني ردك عليها السمع والطاعة. أنا مش ذكر وز بالذات على الفاضي. خش جوه نوارة. مش هيحصل يا اسطى. هي كلمة وملهاش تاني يا بنت الحلواني. يمين طلاق ثلاثة. لو خرجت من باب البيت ده ما انت داخلاه تاني.